راه ماشي ولدك اللي مسيك، راه انت اللي مسكين، راه انت اللي غير جالك داكشي. شتي السخونيه ديال راسك كترجع بالبروده اخويا. انت عليكم انا هذا هو اللي خلاني نفجر ونزيد نهضر. ما انا ما كنتش هضره كاع، كنت خارجه راسي وخدامه. الشيشه للولد، واش نتايا عطي لولدك الشيشه كيرضع وكيقول له جبد جبد بحر الضاعه؟ رضع رضع رضع. السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير صحتكم، اموركم، احوالكم، كلشي هو هذاك. كنتمنى يا ربي كاملين كاملين تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير. المهم مرحبا بكم، مرحبا بيا معكم فيديو جديد، نهار جديد. هاد الفيديو هذا البنات، بزاف ديال البنات اللي صيفطوا لي في الانستغرام كتسولوني هكا منى علاش ما بقيتيش هضرتي على علاش ما هضرتيش على سليمه واسامه، علاش ما تعاطفتيش مع سليمه، علاش ما درتيش فيديو مع سليمه وتعاطف من كيليا. فشنو غادي نقول لكم البنات، ما نكذبش عليكم، انا ديك الانسانه كتعجبني وكتجيني صغيره وكتجيني واحد الانسانه اللي باغيه الحياه وما شاء الله عليها، بالرغم انها باقا صغيره وكلشي فيها هزه المسؤوليه ديال الوليد وبزاف ديال الحوايج. شوفوا راه باش تهزي مسؤوليه راه صعيبه. فانا راني كنت من المتتبعين ديالهم، يعني كنت ماشي دائما ولكن يعني مره مره كنت كنشوف شي حاجه ديالهم كانوا كيعجبوني. فصدمت صدمت صدمت ملي كنشوف الزوج الكريم، الله يرضي عليه، الزوج الكريم كيخرج بداك لي فيديو داكشي. والغريب في الامر هو انه كيخرج مؤخرا، علاش انا بغيت نهضر؟ حيت بزاف لقيت كيقول لك مريض نفساني مريض نفساني مريض نفساني مريض نفساني. واخا مريض نفساني اخويا، مريض نفساني ياك، واش اللي مريض نفساني كيهضر بديك الطريقه كيقول لك انا مريض نفساني مريض نفساني؟ كاع ما كيعرفش راسو راه مريض. هذه هي اول حاجه، اللي مريض نفساني ما كيعرفش راسو راه مريض. بعدا كيخدم ولا مريض كيقول لهم انا مريض عقلي، انا راني حمق. يعني بهاد العربيه واش الحمق كيعرف راسو؟ الحمق انا كيعرفش راسو، الحمق حاشاكم راه يدير شي حوايج وياكلهم، راكم فهمتوني؟ هذا هو الحمق، هذا هو المسكين اللي ما عاقلش وما عارفش، ولكن هو كيبغي يتغطى، كيبغي يدير داك التبرهيش ويتغطى بشي حوايج اللي ما كاينينش. يقدر يكون خصو متابعه نفسيه، ولكن انا راني كنقول، انا كنقول هاد السيد راه ما خصوش متابعه نفسيه. راه هاد السيد عنده شي حد كيعمر، هاد السيد تعرف مع شي ناس اللي كيعمروه ولا كيتبرج، خصوصا انه كاينين دي فيديو البنات اللي كيبقى يهضر ديالو، كيبقى كيهضر على واحد الناس اللي راهم دايرين البوز باش دايرين البوز بالشوها الشوها دايرين بالخاوي. ما عرفت يمكن قال داك البوز اللي دايرين هما تا انا نديرو وتا انا ندير بها خير، وكيهضر كانه يعني. شوف احنا انا متتبعه، انا متتبعه كنت دايره ابوني على ود سليمه، حيت الابوني ديالي ما بقيتش دايره ابوني. علاش ما بقيتش دايره ابوني؟ واش انت كتقولنا بالكلام الخاص للمتتبعين ديالك، كتقولنا دور دوزو دوزو ديرو ديرو ابو دي تفرجوا تفرجوا فيا دخلوا لنا العاقه والكلام الخاص وهادي، يعني ما كتخليش فين الناس يبقاو يتفرجوا فيك. اخويا فلان بدون ديك الاسماء، اخويا فلان الله يسهل عليك، الله يسهل عليك، رجع عقلك ورجع للنور. شوف راه داك البنيته راه غدا بعدو غينوض، كتقول لهم داك الولد بعدا هنا عرفتك ما ماشي بعقلك. واش كتقول لهم انه الولد، كتقول لهم انه الولد راه ما غاديش تديه امه؟ والله ما تديه امه. كيفاش ما تديهش امه؟ واش انت القانون؟ واش كتهضر؟ واش كتعرف شنو هو القانون ولا ما كتعرفوش؟ يمكن ما عرفتش شنو هو القانون. كون عرفتي شنو هو القانون ما غاديش دير اصلا داك الفيديوهات، وغتحط تصاور مراتك وغتحط مراتك. ما شكون اللي قال لنا انه هي كتقول كانت كتشرب معايا وكدير معايا وكتفعل معايا؟ شكون اللي قال انه هي تكون داكشي اللي كتقول انت كديرو؟ انت كنتي كتبزلزو عليها لحقاش مؤخرا شفنا كليتي حتى هي مسكينه كتخاف منك. شكون اللي قال لنا انه داك الفيديوهات اللي كانت كدير نتايا ولا هي غير ضحكه ولا هي ما عارفاش وصغيره؟ وراه حنا ما معصوميش من الخطا، ضروري الانسان غيخطا واحد النهار في حياته. واش انا ما خطاتش؟ واش انت ما خطاتيش؟ واش هادي ما خطاتش؟ كلنا حنا كنخطئوا في الحياه، ولكن باش تجي وتبقى تهضر بديك الطريقه ديال انه السيده مسكينه، السيده مسكينه اصلا وصل فيها حتى العدم. والغالي والحاجه القبيحه هو انها تزوجات بيك بالخبر والديها، يعني داكشي اللي درت انا مع دابا مثلا انا واخا كندبزو انا وحميد يقدر يسب يقدر يعاير، ولكن باش يخرج شي اسرار اللي هما مثلا غيكونوا ضدي ولا غير ولا انا نخرج اسرار اللي غيكونوا ضدو راه ما يمكنش، راه مستحيل. راه قلت لكم احنا دابزنا شنو كان كيقول؟ ما كانش كيجبد الاسرار،
عمرو سبني وجبد لي اسراري، حيت بيناتنا اسرار، حنا جوج مزوجين راه ضروري غيكون بيناتنا اسرار. عمرو جبدني وجبد لي السر ديالي، يقدر يسب وما عمرو سبني انا، كان كيسب داك البنات وداك خير داك اللي كانوا كيجيو كيعاودوا لي اشنو دار حامد واشنو دار حامد، كيبقى يسبهم. بصح يسبني انا عمرو سب، كان كيقول المسخات على ديك الناس اللي كانوا كيجيو كيعاودوا لي شنو كيدير عمرو، ولا كيبغيو زعما يدخلوا بيناتنا. عمرو جبت شي سر من الاسرار، يعني واخا حتى نرجع له ما غاديش يكون بيناتنا داك الحاجه القبيحه، بالعكس غنرجعوا بالقلوب صافيه. صافي انا ديك السيد بيناتنا اسرار بزاف وما عمرو جبدها، ما عمرو عايرني بها، عمرو قالها عمرو فضحها، وانا كذلك وانا كذلك. انا اجي نقول كنا متجاوزين وكنت عند يعني عند خالتي، ولا كنا في كانوا كيجلسوا كيجبدوا حامد، يعني هكا زعما صافي يهضروا عليه، وهذيك نقول لهم شدوا جمعوا راسكم، ما كتخلي حتى شي يهضر عليه، كتخلي حتى واحد يهضر عليه بالخايب، كيبقى باين بنتي وانا كنبقى باين بنته. يعني واخا دابا بعدو اخويا وبنتك شافت داك الفيديو، ولدك شاف ديك الفيديو، عمرو طويل حامد انا نجاوبه. والله ما عقلت فين كنت، حق الله ما عقلت فين كنت، عقلت فين كنت فين؟ في حامد ما كتخلي يعني حتى واحد يهضر فيه، يعني هذه هي العلاقه اللي غادي نقدروا ندخلوا فيها. ما واحد الانسان اللي غادي بلي واحد التصويره ديال مراته وهي مسكينه حامله، ودابا دخلنا عليكم بالله غنهضروا بالواقع، انا دايره بحال ديك التصويره. واحده اخرى دايره ملي كتكون المراه حامله بالكريشه ديالها كتبغي تخلي واحد السوفونير هي والراجل ديالها بديك الطريقه، ونهضروا بلا حقيقه وبلا لوا. واش ما كايناش اللي ما كتبغيش تخلي السوفونير ديال راجلها شادها بكريشتها وكريشتها كبيره؟ راه ما يمكنش، راه كاينه كتبغي تخليها سوفونير. ايوا خويا شنو تصحاب لك شويتيها دابا؟ او برافو شويتيها، ورا شويتي غا راسك وطيحتي غا براسك، وبالتالي كتقول لهم انا راه ماشي بقوايه العقليه، انا راني ماشي بعقلي. كيفاش راك ماشي بعقلك؟ واش كتبقى تحماق علينا؟ بقيتي على من تحماق اخويا؟ راه هادي كتبقى مراتك وكتبقى ماين بولدك، غدا بعد ولدك راك والده راجله، راه ما والدتش بنت، نقدروا بنت تقدر تنسى هذا مثلا، انا نقدر ننسى، بصح انت راك والد راجل، عرفتي شنو هو راجل؟ راك ولد راجل، غدا بعدو غيتفكرها، غدا بعدو غيشوف وغيقول ناري شوف با شنو دار، غير داك الاحساس ديال مسكين ديال انه غادي يشوف باه مشو. واش دابا فلاتك هادشي غيتحيد من يوتيوب؟ انا مشكل ديالي كان فات هادي عامين راه باقا نكتبو يطلع لي في يوتيوب، واخا انت تمسح ولا هي تمسح راه باقي الناس غادي يشوفو. كاين اللي دابا بحال مثلا انا درت الاخطاء، انا مؤخرا انا نوريكم دابا الورقه ديال الطلاق، دفعت وما عاودتش في يوتيوب، دفعت الطلاق، راه هو انا نوريكم ها انتوما ها الورق ديال الطلاق، دفعت الطلاق ديالي، بغا يقطعها حامد او ما خليتوش، قلت تجيب لي 150 درهم ديالها، انا نوريكم ها انتوما سمحوا لي ها انتوما هاهي منى الكريمي 24 شهر 8 150 تطلق الشقاق، دفعت الطلاق ولكن ما قلتهاش. علاش ما قلتهاش؟ لحقاش ما هانتوما ها هي واحدة أخرى هانتوما ها هي صافي، حيت عارفة راسنا غادي يعني هانتا دفعتي الطلاق. الحياة راها غادي هكا عباد الله، الحياة راه بهاد المرات زوينة بهاد المرات خايبة، بهاد المرات تقدر تلقى فيها شي حوايج اللي ما كاينش بحالهم، بهاد المرات تلقى فيها حوايج خايبين، تدابزو تمشيو تطلقو ترجعو تصالحو، ولكن ماشي اننا نخرجو. نقدر انا دابا مثلا في لحظة غادا نخرج نقول لكم صافي انا طلقت داك السيد، باش داك السيد يشوف في الفيديو ويقول صافي هاد السيدة راه طلقتني بدقة، حيت مايمكنش دير يوتيوب تقولها للناس وهي غترجع. ولكن ماشي غادي نخرج نقول لكم فلان دار وسكيري وفعل وتركو ونحط الفيديوهات ديالها لا لا لا، ما نعاودوش الاسرار ديال الاسرار الداخليه ديالنا. شربات معاك سكرات معاك، انت ماشي راجل، انت يعني كتقولها شحال شربتي معايا وشحال سكرتي معايا، شحال شربت معاك وشحال سكرت معاك، اذا انت ماشي راجل، اذا انت شماتة مجلس مراتك كتشربها معاك وما وحامله مسيكن، او انت اللي مسيكن، راه ماشي ولدك اللي مسيكن، راه انت اللي مسكين، راه انت اللي غير جالك داكشي. شتي السخونيه ديال الراس كترجع بالبروده اخويا، انت اللي غادي ترجع عليك هاد السخونيه كامله، غترجع عليك بواحد البروده ما دايراش، غترجع عليك ببروده خايبه. من الاحسن هو انه الانسان
يعني الاخر يقرا راسو يقراه، راه انت ما قاريش راسك راه لحد الان. هذوك اللي كيعمروا لك راسك راه داينك في الهالك، كي كنقولوا حنايا في تازه مبطل لك راسك في الحدوره، راك هابط في الحدوره وما غاديش تعيق براسك حتى تلقى راسك هبطتي لقاع الحدوره، وتكون اللي يطلعك ما كاين اللي يطلعك، هذوك يهربوا بحياتهم وانت تبقى لا مراتك لا ولدك لا البيبليك ديالك لا لاشين ديالك مقاده، لا داك الولد اللي كنا حنا كنتفرجوا فيه وكيعجبنا وكنقولوا باز عليه هذا هو الرجوله مسكينه البنت الصغيره وطاطاطا، لا داكشي راه ما غاديش يبقى لك. بالتالي غادي تندم، قلت لك السخونيه ديال الراس غترجع لك بواحد البروده خايبه، وداك البروده غترجع لك الصداع. يعني لا اله الا الله محمد رسول الله، الله يدير لك اخويا تا ولد الخير. هادشي اللي غنقول لك، ولا كنت شي حماق سير اخويا داو بعيد على يوتيوب، لا يوتيوب ما مديرش الحماق، راه يوتيوب ماشي مصحه للمجانين، يوتيوب راه ماشي مصحه وسليمه. كنقول لك واحد الحاجه، الله يسهل عليك اختي، الله يسهل عليك، وانا متاكده مليون في المية او 6000% انه انت يا ربي غادي يسهل عليك، ربي غيسهل عليك. عرفتي علاش؟ حقاش الانسان ملي كيكون مظلوم، ورغم ذلك انا لاحظتها انه سليمه ما كتعرفش الاسرار ديالو، يعني مسكينه الا هضرت كتقول الله ياخذ فيه الحق، ولا والديها برافو عليهم انهم وقفوا مع بنتهم. التحيه للوالدين، وعافاكم البنات، عافاكم البنات، ناخذوا خذوا عبره لا مني انا لا من هاد، يعني انا كوميم انا راه ما يعني كنت دابزو كنت ناقشو، وكنت زوجت بواحد بغاوه والديا، ولا كنت زوجت ولا هكا غنتناقشو غنتناقشو غندابزو غندابزو، ولكن باش انه يعني تزوجي بواحد وتغامري عليه وتمشي وتعقدي انت وياه وتهربي لوالديك وتفقسي والديك، راه الصدمه الوالدين ملي غيسيقوا الخبر انك بزوجه راه ما دايراش، وديك الصدمه وكل شيء، وفي الاخير غتلقاي راسك انه هذاك اللي تزوجتي به كانت غلطه، اولا اكبر قرار خديتي، اخيب قرار خديتيه في حياتك هو انك تزوجتي واحد اللي ما يستاهلكش. في الاخير كيبوبليي تصاورك، شفت انا واحد الفيديو بعدا ديالو هو اللي خلاني نردو شماته وماشي راجل، والفيديو اللي كرهني فيه، والفيديو اللي ما حملتوش في الاول، كنت كنقول هذا يمكن راه عنده شي مرض نفسي الله يحسن العوان، الضغوطات النفسيه والمشاكل. بصح منين شفت الولد عاطي الشيشه للولد، واش نتايا عاطي لولدك الشيشه كيرضع وكيقول له جبد جبد بحر الرضاعه، رضع 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 للرضاعه، عاطيه الشيشه عباد الله، واش هذا بعقله؟ هذا راه خصو السبيطار، هذا ماشي خصو السبيطار، هذا خصو الحبس، ما نكذبش عليكم، حيت باش يشد وينفخ الوليات صغيرة عباد الله. الوليات فينا هما دابا؟ عاد خصنا يبانو حقوق الطفل، واش الدري صغير وعاطيه الشيشه كيجبد؟ كيفاش الولد صغير وكيقول له رضع، ومسكين هذاك الوليد كيسمع، يمكن الا ملي ماما كتقول له رضع سمع رضع جبد، وبدا كيضحك يقول له وليدي الله يخليك ليلي، واش مسطي؟ واش حمق؟ واش عارف شنو هذيك؟ راه مضره بواحد اللي اجي، واحد اللي كبر، واحد بالغ راه مضره به. كيفاش بغيتي الولد صغير يتحمل انه مسكين كيشرب كيمص الشيشه؟ انا ما نكذبش عليكم، انا هذا هو اللي خلاني نفجر ونزيد نهضر، ما انا ما كنتش هضره كاع، كنت خارجه راسي وخدامه على راسي، وانا اصلا عندي مشاكل وصلت لهنايا، قلت خليني ندبروا راسهم، واني باش نوصلوا لهذه المرحله هذه ديال انه سيد كيمس وليد صغير عباد الله، كيمس عباد الله في راه حقوق الطفل ديال بصح، بلا عاد البنت اللي اصلا معيشه في الرعب في الفيديو في الطوموبيل كيقول لها زيدي، قلت لك زيدي زيدي، عايشه في الرعب في راه حقوق النساء وفي الرطيق ما تقيش ولدي. يلا يلا دابا عاد نهضروا، دابا عاد نديروا يد في يد ونهضروا على هذا السيد هذا اللي باغي يخرج على داك الوليد وعلى داك الوليه، وداك الوليد مسيك اللي كي شنو داك الشيء؟ شنو داك الشيء؟ كيجبد الشيشه مسيكن، شنو؟ كيقولوا رضع. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. انا حاجه وحده اللي غادي نقول لك لسليمه، اختي سليمه، ربي راه دالك مسلك ديال الخير، والله يجعل يدير مسلك الخير لاي بنت الناس، راه ابغض الحلال عند الله هو الطلاق، ما يهمكش الا طلقتي، راه ياما طلقوا ناس بستة دراري سبعة دراري، ربي سهل عليهم في الرجال ونعم الرجال. وعرفتي راه الزواج راه ماشي هو كل شيء، انا ما نكذبش عليكم، بعض المرات كنبقى كنقول للبنات يا ريت ما يتزوجوش، يخدموا على راسهم ويديروا مستقبلهم ويديروا حياتهم، راه الزواج راه الزواج هو اخر حاجه ديريها في راسك، غير حنا عندنا في المجتمع ديالنا هو انه البنت ملي كتزوج كتخرج من تحت اليد ديال والديها، يقدر يكون والديها يعني قاصحين معاها، يقدر يكون والديها صعاب، يقدر هادشي. وكذلك في المجتمع البنت اللي ما مزوجاش كتسمى بايره، كيبقاو يضحكوا عليها، فاحنا ما كرهناش التسييد هاد الكلمه هادي، والبنت تبقى تختار بشويه عليها، راه انا بنت وكيقول لك سال المجرب لا تسال الطبيب، يعني البنت تبقى تجرب تختار السيد اللي غتكمل معاه حياتها، راه هذيك راه عقد، راه واحد الكونترا غتبقى مدى الحياه، عقد مدى الحياه هذيك.
اللي يبقى حياتك كامله مع داك السيد، ماشي هذا النهار، ماشي حنا كنشريو طوموبيل هذا النهار شرينا 206 وغدا نشريو بورش، فهمتي؟ يعني خصنا نفكروا. انا فواحد الله كنت صغيره ما كنفكر، دابا وليت كنفكر بعقلي، وليت كنبغي البنات ما يديروش الاخطاء اللي كيديروها بزاف ديال الناس. هادشي اللي غنقول لكم البنات، ودابا لقيتوني غادي نوض نمشي للحمام، تهلاو لي فراسكم. كنت كنصور فواحد الفيديو، انا نقولها تنحط هذا الفيديو هذا مع البنات. تهلاو لي فراسكم، باي باي عليكم.